ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وحرص جلالته على توفير الرعاية الشاملة لهم والاهتمام بتعليمهم وتشجيعهم للارتقاء بمستواهم العلمي والتميز الدراسي للمساهمة في نهضة الوطن ورفعته. وأكد سموه أن تفوق أبناء وبنات المؤسسة يعكس الرعاية الأبوية التي يحظون بها من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وحصولهم على أعلى الدرجات، الأمر الذي يؤكد حرص جلالته ومتابعته واهتمامه الدائم بجميع أبنائه الطلبة وتوجيهات جلالته الكريمة بالاهتمام بجودة التعليم وتحفيز المتميزين، مشيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما كان له الأثر البارز في تمكين المؤسسة من القيام بمهامها الإنسانية في مختلف القطاعات على الوجه الأكمل. جاء ذلك بمناسبة رعاية سموه للحفل 19 لتكريم الطلبة المتفوقين والذي نظمته المؤسسة، وتم خلاله تكريم أبناء المؤسسة المتفوقين الحاصلين على نسبة 95% فما فوق في العام الدراسي 2022-2023. بأجواء من الفخر والسعادة اجتمع 485 طالبا وطالبة من أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من المتفوقين الحاصلين على نسبة 95% فما فوق في العام الدراسي 2022-2023 في مركز عيسى الثقافي للاحتفاء بهم من قبل المؤسسة التي حرصت على تكريمهم تقديرا لجهودهم. بمناسبة احتفال تكريم أبناء المؤسسة المتفوقين في الدراسة، يسعدني أول شيء أن أرفع أسمائيات التقدير والشكر والتهاني إلى سيدي جلالة الملك، إلى سمو ولي عهد رئيس الوزراء، وإلى قائد شباب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، إذ نحتفل بتكريم 500 من أبنائنا اللي متفوقين بامتياز على مستوى البحرين في مراحل مختلفة. احنا فرحانين جدا بنتائجهم وفرحانين بهذا اليوم الجميل. حفل المتفوقين تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد، الشكر والتقدير للشيخ ناصر، وأيضا قبل ذلك الشكر والتقدير لسمو ولي العهد لدعم أيضا المؤسسة. سمو الشيخ ناصر حفظه الله يحرص على أن يرعى مثل هذا الحفل لتشجيع أبنائنا الطلبة لمواصلة دراستهم وتفوقهم. كما تم تكريم 12 طالبا وطالبة من الفائزين بجائزة ريادة وتميز التي تمنحها المؤسسة للحاصلين على أعلى المعدلات الدراسية في جميع المراحل الدراسية، وتكريم 19 طالبا وطالبة من الحاصلين على شهادة البكالوريوس من خريجي برنامج البعثات الدراسية للطلبة المكفولين بالمؤسسة. أنا وايد مستانسة إن أنا معاكم اليوم في حفلة تفوق مال المؤسسة الخيرية الملكية. الحمد لله بفضل ربي وأمي إني تخرجت معدل ممتاز إني أكون متفوقة. اليوم كرموني وسعيد إن أنا متكرم، وحاب أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وأشكر الدكتور مصطفى السيد وشكراً. صار لي متفوقة لمدة 16 سنة الحمد لله، بعد تعب وجهد وسهر، والحمد لله ما وصلت إلى هذه الخطوة إلا بعد تعب أمي وقفتها وياي من أول ما دخلت لحد الحين. أنا اليوم تم تكريمي من المتفوقين وأشعر بالفخر والسعادة. هذه هي
التفوق والنجاح أمي. هدى محمد يعقوب. بعد جهد بذلوه في مسيرتهم التعليمية، ها هم أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يتوجون جهدهم بالتفوق والنجاح وينالون التكريم.